السلام عليكم ورحمة الله. بدأنا في الحلقة الماضية بشيء، يعني بدأت أمشي في طريق ثم خرجت عن الطريق هذا ورحت لبلد آخر لطريق ثاني أعود إلى ما كنت فيه. بدأت بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الإشكال اللي جالي، واحد سألني أنه هل يتقي الإنسان فيكون من المتقين فيصوم، أو يصوم ليتقي؟ هنا كل واحدة تقريبا بمعنى. أصل التقوى هي إذا أردت أن تراجعها في القاموس، وين بتراجعها؟ هل تصدقون أن كثيرا من طلاب الجامعة لا يعرفون كيف يراجعون الكلمة في القاموس المحيط؟ هلا اتقى له تعال راجع، منين بيلاقيها؟ بدك تردها إلى أصلها الثلاثي، لأنه كل كلمة في الأصل عندنا جذر، اللي بيسموه الفرنسيين الجذر، يعني ما في النبات هذا له جذر وساق، ثم تأتي الفروع، عندما تصل إلى الجذر يعني إلى أصل الكلمة من ثلاث حروف، وعلى رأي العالمين الكبيرين العبقريين اللذين ذكرتهما قبل حديثين، ابن جني وابن فارس، أن الأصل حرفين أيضا، أن الأصل حرفان. نعم، فهي التقى جاءت من وقى. شو معنى وقى؟ أنه نزل عليه المطر فاتقاه بالمظلة بالشمسية. نعم، هبت الريح فاتقاها بإغلاق النافذة. اتقاها أي وجد الوقاية منها. لما قال رب كل خطيب على المنبر كل يوم جمعة بيقول لك: يا عباد الله اتقوا الله. اتقوا الله شو يعني؟ يعني اتخذوا وقاية لكم تقيكم وتحميكم من عذاب الله. ما هي الوقاية؟ الوقاية هي اتباع الشرع وامتثال أمر الله واجتناب ما نهى عنه. طيب، وصف الله المتقين بالقرآن بصفات كثيرة. إيش؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، آيات كثيرة. طيب، هل كل هذه الصفات شرط لازم لابد منه لنكون من المتقين؟ يعني إذا واحد ما كظم غيظه وغلبته نفسه، غلبه الغضب، وهل خرج عن كونه من المتقين أو نقصت منه صفة من صفات المتقين؟ السؤال بصورة ثانية، يعني ما في عندنا أساس، قاعدة، مسائل معروفة محدودة إذا عملت أكون من المتقين؟ بلى، أقول لكم من أراد أن يكون من المتقين ثلاث مسائل. أولا، ألا يشرك بالله شيئا شيئا، لا شخصا ولا يعني لا بشرا ولا حجرا ولا شجرا ولا مالا ولا دنيا ولا شو معنى الإشراك؟ هل معنى إذا أحببت أنا المال أكون قد أشركت؟ لا، الشرك يعني أن تعبد أو أن توجه بعض ما هو من علامات العبادة إلى غير الله. العبادة بحكي عن العبادة بحديث آخر إن شاء الله إذا ما نسيت. نعم، فأول شيء أن تصح عقيدته. في مسائل اليوم عندنا نحن نعملها ما ننتبه لها تؤثر بالعقيدة، تؤثر بالعقيدة. هلأ إذا واحد اعتقد أن غير الله من غير طريق قوانين الله ينفع أو يضر، هذا مست عقيدته. بتقول طيب ما في شيء غير الله ينفع أو يضر؟ ينفع أو يضر بتقدير الله وخلق الله وقانون الله اللي وضعه في الوجود، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هلا السم يضر، الغذاء ينفع، إذا واحد أطلق عليه النار فأصبته هذا تكون قد أضررت به، فعملك هذا ضار، لكن هذا ضار بقانون الله أو بغير قانون الله؟
طيب بالقرآن الذي حاج إبراهيم في ربه، مناظرة بين إبراهيم وبين هذا، أن آتاه الله الملك. إبراهيم شو قال؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال له أنا أحيي وأميت. لو شلون تحيي وتميت؟ قال بجيب واحد بريء ما عمل ذنبا فيأمر بقتل هذا أم موته، وآخر محكوم عليه بالقتل فيعفو عنه يكون قد أحياه. ضحك عليه إبراهيم وقال له، جاءه بشيء ما عرف له جواب، قال كأنه يقول له لك أنت ما أحييت ولا أمت، وإنما استعملت السبب الذي جعله الله مؤديا إلى الموت أو الحياة، ما عملت شيء أنت، تعال أطلب منك شيئا مخالفا يعني جديدا غير قانون الله. قالوا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لأن شوفوا هلأ الأشياء اليوم، المخترعات اللي وصل الناس إليها والكشوف العلمية، وصعدوا وصلوا إلى القمر، وإن كان بعض الناس يكذبون لك. أنا قلت وقت كلمة بحديثي بالرأي بالتلفزيون، قلت لك يا جماعة الإسلام يطلب منكم أن تصلوا أنتم إلى القمر، مو أنه يصل غيركم وقاعدين أنتم تكذبون الأشياء المحسوسة الثابتة، هذا حديث آخر. نعم شو شو أقول، كنت بنسى نص الجملة. ما وصلوا إليه كل هالعلوم هي هذه ضمن قوانين الله في الوجود، ومما أذن الله لهم أن يصلوا إليه. الله قال ولا يحيطون بشيء من علمه فيها إلا بما شاء، ما دام فيها إلا إذا ما هي يعني مطلقة. شو بتطلع مسلسلات هون بمصر اخواننا بيقولوا هاي مسألة فيها إنا، ولك مو إنا، هاي فيها إلا، يعني فيها استثناء، يعني ما هي على ظاهرها، ما هي مطلقة. أعود إلى الموضوع، فكل ما تعلموا أذن الله لهم به. هلأ ربنا أعطانا الحواس نرى ونسمع، وأعطانا العقل الذي يدرك، وقال لنا شو قال ربنا؟ انظروا ماذا في السماوات والأرض. ضربت مرة مثلا، واحد يوم العيد جاء لأولاده بلعب تركب، هي تحطها هي فوق، هي بتطلع السيارة تمشي، بس هي تجزأ، حط قسم منها هنا وقسم على الخزانة وقسم وراء المخدة، وقال لك تعال شوف، شوفي هون، فتش فتش حتى تصل إلى ما جئتك به. مثل، أنا مو أضرب الأمثال لله ولا تضربوا لله الأمثال، هاي أمثال للناس للتوضيح، ما في مانع إن شاء الله منها. فالله أعطانا العقول وقال انظروا ماذا في السماوات والأرض، نظرنا وصلنا إلى بعض قوانين الله. هل صعدوا بهالمركبة الفضائية امتى؟ هي قبل مدة قريبة، لك من يوم ربي خلق العالم وضع القانون هل نستطيع به إذا وصلنا إليه، يعني إذا جمعنا هذه الشروط نستطيع أن نصعد بها المركبة هذه اللي صعدوا بها للفضاء وعملوا مختبرا فوق من قبل، من يوم الله، من أيام سيدنا نوح. بس نحن قصرنا. مع ذلك كل ما تعلمناه من أسرار الوجود، شو وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل عرفنا اليوم، هل عرفنا الكهرباء إيش هي حقيقتها، قانون الجاذبية، هل عرفنا ما هي الجاذبية، هل العلاقة بين النفس وبين الجسد؟ واحد بيكون قاعد مسترخي هيك بيجي بباله ولي أنا عندي موعد مهم، كان مسترخي مو قادر يتحرك، طارت كل هي وسب من مكاني. طيب كيف أثر الفكرة التي طرأت عليك، أثرت على يعني ما أنت فيه وحركتك؟ فهل تعلمنا من العلم شيء قليل؟ ف شو كنت أقول؟ والله العظيم ما بعرف.
أول الكلام نسيت والله، ما في. أمشي فأنسى أو أول الكلام، بدي واحد يذكرني. يا ابني شو كنت أقول؟ أوام بسرعة. وبهت الذي كفر يقول. ها؟ وبهت الذي كفر عن الصوم. طيب عن قصة إبراهيم الذي جاءت عرضا، فأقول بأن يعني ما وصلنا إليه ضمن قوانين الله التي وضع في الوجود. ها انتبهت الآن، ذكرت من طلعت. أقول عندنا مسائل التقوى ثلاث أمور، من عملها كان من المتقين، لكن هذا يكون في أدنى درجات المتقين، يعني مثل الطالب هل نجح بدرجة مقبول، لا رسب في صفه وأعاد سنته ولا كان من أهل يعني الجيد والجيد جدا أو الممتاز. ثلاث أمور، أن تخلو عقيدتنا من الشرك. وقلت في هذا اللي جرني وطلعت عن الخط أنه في أمور كثيرة نحن نقترب بها من الشرك ولا ندري، من جملتها المبالغة بتقديس العلم ومقارنة العلم أحيانا بالدين، فالنفع والضرر بالوجود موجود، لكن ضمن قوانين الله. يعني إذا واحد الطبيب ينفعك بطبه فيداوي ولدك، فإذا ذابت إليه واستعنت به على مداواة الولد ما في مانع، أما إذا مات وذابت إليه وانقطعت الأسباب لا. فصار الشرط الأول في من يريد أن يكون من المتقين أن يكون توحيده خالصا، توحيد الألوهية، يعني ألا يعبد مع الله غيره، وكل ما هو معدود من العبادة، والعبادة بحكي عنها بوقت آخر إن شاء الله، هذا لله، هذا أول شرط، هذا الأساس. إذا واحد في عقيدته شرك، يعني اعتقد شيئا يخرجه من الإسلام، هذا لو صلى الليل كله وصام الدهر كله وهذا ما يتنفع صلاته ولا قيامه، لأنه مثل الطالب هل أدى الامتحان بعد ما انسحب من المدرسة وسحب أوراقه منها. نعم. والثاني أن يجتنب المحرمات أو الكبائر من المحرمات. والثالثة أن يأتي الفرائض. صار ثلاث أمور انتبهوا لها، أعود غدا بشرح شوية فيها إن شاء الله. أول شيء أن تكون عقيدتك صحيحة. الثاني أن تجتنب كبائر المحرمات، هاي درجة الدنيا عم أقول، أول درجة الكبائر، هلا بين غدا شو هي الكبائر. الثالثة أن تؤدي الفرائض، هاي أنت بهالشكل بيكون نجحت، يعني ما غسبت في الفصل، بدك زيادة في الدرجات تزيد من الحسنات، تأتي النوافل، تأتي السنن، تزيد في الطاعات، تجتنب المكروهات، ما تقتصر على اجتناب الكبائر بل تجتنب الصغائر وتجتنب أيضا المكروهات. كل ما زدت في هذا، كل ما زدت في الابتعاد عن طريق ما حرم الله تزداد درجتك عند الله، وكل ما زدت في الاقتراب مما هو طاعة لله تزيد درجتك عند الله. فهي وغدا إن شاء الله بحكي لي كلمة أخرى في الموضوع، لأنه هذا يتصل جدا بحياتنا ويهمنا. والسلام عليكم ورحمة الله.